تلقى عمر مرموش جناح منتخب مصر وفريق إنتراخت فرانكفورت الألماني عرضا للرحيل إلى الدوري الإنجليزي قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية. وقد كشفت التقارير الصحفية عن رغبة نادي نوتنغهام فورست في التعاقد مع مرموش والتقدم بعرض قيمته 20 مليون جنيه استرليني. وأكدت أن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق نوتنغهام فورست قد منح الضوء الأخضر لإدارة ناديه من أجل ضم مهاجم جديد قبل إغلاق باب الانتقالات، ووافق على صفقة مرموش وأيضا طلب التعاقد معه.